اليوم حنورجي شو في موجود بالجو برو 7. عملت فيديو قبل هيك للانبوكسينج وبيسكلي هذا اللي موجود بالعلبة. عندنا الجو برو نفسها بتجي هيك مركبة على هاي العلبة، بيجي معاها اللوك كمان. طبعا نفك هاي نحركها. في عندنا سيفتي ريموف هون فيرست، طبعا انا مريتها لازم نفك هذا للاخر، نشيل القفل وبعدين نركب هاي مرة ثانية. هلا جاهزين للاستخدام. طبعا الجو برو مبدئيا كاميرا صغيرة جدا وفيها ميزات كثيرة. هاي نوع البطارية تختلف عن الجو برو 4، بس الجو برو 5, 6, و7 يستخدموا نفس البطارية، كيبل USB-C على الأغلب مثل الـ6 والـ5. وعندنا نوعين من الكليبس، واحد كيرفد واحد عادي للخوذة أو للسطح المستقيم. مبدئيا هيدا هو الفيديو، ونحكي أكثر بالفيديو الجاي.